طيب هروح معاك للاهلي والاسماعيلي، يعني بعد تخطي تي بي مازامبي، عوده الـ 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 الاسماء اللي كانت غايبه بسبب الاصابات، تالق عدد كبير جدا من اللعيبه، يمكن كتير منهم من قريب ما كانش حد يتوقع انه يوصل للفورمه دي او لمستوى الاداء ده او يكون بحجم التاثير مع النادي الاهلي، خصوصا في المراحل الصعبه من اصعب لقب او اصعب بطوله انت بتنافس عليها هو دوري الابطال لنقله الدوري. شايف مكاسب الاهلي ايه من مازيمبي وايه اللي محتاجين نشتغل عليه؟ مش بس طبعا هتكلم على ماتش الاسماعيلي وعايز ادردش معاك في شكل الاسماعيلي السنه دي لانه شكله مختلف، عناصر جديده، ايهاب جلال بالتاكيد طبعا كل ده هنتكلم في التفاصيل فيه، لكن ايه اللي مطلوب في المرحله بتاعه 4 ماتشات دوري من وجهه نظرك يا بلال؟ يعني يمكن انا بشوف يا احمد ان احنا محتاجين نفصل تماما عن الحاله الافريقيه وحاله النشوه والانتصار الكبير، والنادي الاهلي بيعمل يعني ارقام بينافس نفسه، النادي الاهلي بيصل للفاينل رقم 7 في اخر 8 سنوات، بيصل للفاينل رقم 5 على التوالي، النادي الاهلي بيحقق ارقام وانجازات وتاريخ بيتكتب احنا شاهدين عليه وحاضرينه، وده من حسن حظنا ومن حسن حظ جمهور النادي الاهلي اللي بيسعد بتشجيعه ودعمه للنادي الاهلي، فالنادي الاهلي حقه يفرح وحقه ينتشي، ولكن انت داخل على 4 مباريات فاصله. بطولة الدوري زي ما اتكلمنا قبل كده قلنا ان هي تبقى عند جمهور النادي الاهلي احد البطولات المفضله لدى جمهور النادي الاهلي واداره النادي الاهلي والجهاز الكره في النادي الاهلي. لازم افصل تماما عن حاله النشوه الافريقيه وحاله العوده مره اخرى لمباراه الدوري، عندي 4 مباريات صعبين جدا لو تمكنت من حصد ال 12 اصعبهم ايه من وجهه نقطه حصد. انا بشوف ان مباراه الدوري احمد كلها صعبه لان انت بدات دلوقتي مع طبعا ان عدد المباريات مش متساوي بين الانديه، فبدا عندك ان في انديه خلاص بقت بتصارع على لقب الهبوط زي بلديه المحله مثلا، انت كل نادي دلوقتي بتواجهه عنده تحدي مختلف وتحدي خاص بيه، يعني الزد مثلا عايز يحجز مكان في المربع الذهبي علشان يشارك في احد البطولات الافريقيه، عندك مثلا النادي الاسماعيلي عايز يضمن من بدري الدخول، الاسماعيلي مش عايز حاجه، عايز يكسب الاهلي يعني هو ده دافع لوحده بالظبط، وخلي بالك هي دي زي بالظبط ايفرتون وليفربول بالمناسبه، ديربي الميرسي سايد من ضمن اهدافهم ان انا اكسب ليفربول بالظبط، انا ماليش علاقه انا انتصاري عليك ده بحد ذاته بطوله بالظبط، زي ما احنا حتى عشان ما نبعدش عن النادي الاهلي في مباراه توتنهام ومانشستر سيتي اللي الكل بينتظرها في نهايه الدوري الانجليزي، لو توتنهام خسر المنافسه مع استون فيلا على لقب او على المركز الخامس توتنهام هيلعب بالصف الثاني علشان ما يساعدش ارسنال في تحقيق لقب الدوري، انت متخيل بره المنافسه اللندنيه طبعا توتنهام وارسنال وتشيلسي لندن، لو انا مش هخدم نفسي فانا مش هخدمك بكل تاكيد، فطبعا ودي من حلاوه الكوره، يعني ديربي الاهلي والاسماعيلي كنا سنوات وسنوات بننتظر المباراه، يعني احنا كلنا فاكرين مباراه الاربعه اربعه بين النادي الاهلي ونادي الاسماعيلي في واحده من ان لم تكن هي افضل مباراه في تاريخ الدوري، يعني حتى وقتها مانويل جوزيه خرج علينا بتصريح وقال ليه الكره المصريه تحتاج ان هي يعني او الجمهور المصري يشاهد مباريات اوروبيه وهم عندهم الكره دي او مستوى الكره دي، بالظبط نتمنى عوده ما انا بقول لك نتمنى بقى نتمنى مره ثانيه طبعا عوده والله الاجواء والله في نفس النقطه دي، فكره انه يعني ايه اللي يخدم الاهلي اكتر، انه الدوري يبقى فيه يعني كنت بقول البطوله عندنا بيتقال عليها اهم واقوى بطوله في افريقيا وممكن على مستوى الوطن العربي او من اقوى عشان ما بالغش يعني، لكن على مستوى التنافسيه انا بشوف ان البطوله حقيقي المنافسه فيها المنافسه الحقيقيه فيها بتبقى دايما على المركز الثاني او على المقاعد من 2 لـ 4، هي دي الاهداف اللي حطاها معظم الانديه ان لم تكن كلها، وهو ده اللي بيترجم بحكم النتائج في السنين الاخيره. يعني يمكن بالظبط، يعني هي يمكن التنافسيه هي خلينا نقول ان دايما المنافسه ما تبقاش على اللقب بقدر ان المنافسه دايما على مركز في المربع او زي ما انت قلت يا احمد على المركز الثاني علشان اضمن ان انا اخد مقعد يوديني دوري ابطال افريقيا. ما نتمناش طبعا ان ده يكون شكل المنافسه، احنا كلنا بمناسبه برضو مباراه الاهلي والاسماعيلي كلنا فاكرين نهائي دوري 2009 الهدف الشهير لفلافيو بالظبط، يعني احنا كنا غير انا فاكر كمان عن النهائي بتاع كابتن محمد رمضان، وطبعا نهائي كابتن محمد رمضان اقصد اقول شوف لما تيجي يعني حتى واحنا بنتكلم في الجنرال هتلاقي مباراه الاهلي والاسماعيلي دايما كانت فيها تنافسيه كبيره جدا، وده اللي كان بيحسسك وقتها بفرحه البطولات والفرحه الكبيره بتحقيق البطوله، عكس لما بتضمن الفوز بالبطوله باريحيه كبيره في النقاط. طبعا انا مش عايز ازعلك في الحته دي واقول لك ان الفرق النقاط بين ريال مدريد وبرشلونه 11 نقطه وفي اريحيه في اريحيه في الليجا، برشلونه خرجت ولم تعد، لسه بدري قوي عليها، لسه سنين قدام كمان بالظبط، يعني سنين فده كل دي محفزات اضافيه بالمناسبه، يعني انا وانا داخل العب ديربي الدوافع عندي بتبقى اكبر من ان انا داخل العب مباراه عاديه، فاعتقد ان كل ده واصل للاعيبه النادي الاهلي بكره تبقى بدايه او يوم الاربعاء تبقى بدايه
لعودة النادي الأهلي بالشكل اللي احنا نتمناه في بطولة الدوري من خلال مباراة كبيرة زي مباراة الإسماعيلي. طيب شايف انه الـ 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 الطريقة او الاسلوب او العناصر اللي هيختارها مارسيل كولر لماتش الإسماعيلي او لمواجهة الإسماعيلي هتختلف عن ماتش مازيمبي؟ يعني المطلوب ده من كولر اساسا؟ يعني يحط في اعتباره تجهيز عناصر، تجربة طرق لعب او تاكتكس مرتبطة بتحضير الأهلي لماتش الترجي، ولا دي قصة ودي قصة تانية خالص؟ خلينا نقول يا احمد ان هو لو عمل كده احنا هنعذره، ولو ما عملش كده احنا برضو هنعذره، لان انت في اهم وقت او في اهم توقيت من السيزون خسرت اهم اللاعبين تقريبا، خسرت محمد الشناوي، خسرت امام عاشور وياسر ابراهيم، كان عندنا غيابات كبيره جدا، ومع ذلك النادي الاهلي قدر يروح للمحطه الاخيره في دوري ابطال افريقيا، فانت في وسط الغيابات قادر تتعامل وقادر تحقق مكاسب. فلو قرر مارسيل كولر ان هو يبدا مباراه الدوري بالتشكيل الاساسي محدش هيقدر يلومه، لانه هو هيبقى واخد الموضوع جد واحنا كلنا معاه في كده. لو قرر مارسيل كولر راحت بعض العناصر اللي هو شايف ان هي لا غنى عنها، ما ينفعش يدخل فاينل افريقيا من غيرها. بص.